الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الإيمان بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر كالإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا قلت القضاء فقط دخل القدر معه تبعا، وإذا قلت القدر يا فيصل فقط دخل معه القضاء تبعا. جاك النوم أكيد معي، دخل معه القضاء تبعا. وإذا قلت قضاء وقدر فيكون القدر هو مراتب القدر الأولى الثلاث التي هي العلم والكتابة والمشيئة، هذه كلها قدر. بقي الخلق هو القضاء، فيكون القدر هو علم الله وكتابته ومشيئته، وأما القضاء فهو الخلق والإبرام والإيجاد، إيجاد هذا القضاء.